يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت من الله لإبراهيم، وخلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت منه صلى الله عليه وسلم لله، كان في هذا فرق؟ هذا من عندك الكلام هذا. لا، الله هو الذي اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. الرسول ما قال أنا اتخذت الله خليلا، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.